وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. نعم، إن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، يعني إذا كان جهله يصير مثل البيع، البيع إذا كان في عيب ينظر هذا العيب هل فاحش أو عيب قليل، إذا كان العيب قليلا يخير إما أن الفسخ أو الإمساك مع الأرش، يعني مع التعويض، يقول له خلاص الأرض لك هذه فيها عيب نعطيك تعويض، أو نفل القسمة وتقسم من جديد. نعم.